إذن لمناقشة اكتظاظ السجون في العراق وما يتخللها من تعذيب، تقول الحكومة إنها بصدد معاقبة المتورطين فيه. تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، مرحبا بكم. يعني الحكومة تتحدث عن إحالة عدد من المحققين في السجون إلى القضاء، وذلك بعد ورود شكاوى عن حالات تعذيب. لو تحدثنا عن التوقيت، لماذا الحديث عن محاسبة المتورطين في التعذيب في هذا التوقيت تحديدا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني لو أتينا إلى يعني موضوع توقيت ما أعلنت عنه الحكومة الحقيقة إلى أن نجد يعني خطوة فعلية ملموسة بصدد يعني معاقبة المتورطين بالتعذيب. التوقيت كما هو واضح بسبب الضغوط التي الآن يعني تواجهها الحكومة من قبل المعنيين بحقوق الإنسان، وليس ولا نقصد هنا الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة تتحرك على أساس الشكاوى التي تردها وعلى أساس التقارير التي تصلها من المنظمات، من الأشخاص، من المراكز الحقوقية، والتي حقيقة كانت في الفترة السابقة كانت شديدة للغاية، وشكاوى يعني موثقة قد وصلت إلى الأمم المتحدة. ولذلك الحكومة العراقية يعني تحاول الآن التغطية على هذا الملف، و يعني محاولة منها من أجل محاولة إعلامية طبعا، من أنها يعني بصدد يعني قد وصلت من شكاوي من قبل المواطنين، وأنها سوف تقوم بمحاسبة يعني من يقومون بهذه الأفعال من انتهاكات وجرائم ضد المعتقلين من تعذيب ومن شتى صنوف التعذيب. كل هذا هو في محاولة من الحكومة من أجل المراوغة وإيهام المجتمع الدولي بأنها يعني تحاول تحسين حالة حقوق الإنسان في العراق، ولكن إلى أن نرى فعلا يعني حالة تحسن حقيقية من قبل محاسبة حقيقية المتورطين، ليس فقط على وسائل الإعلام بل من خلال التقارير التي يعني سوف تصلنا، وأيضا يعني التبليغات التي تصل من أهالي المعتقلين الذين نحن على اتصال دائم معهم، والتي سوف تؤكد لنا أنه فعلا هناك سوف تتوقف عمليات التعذيب، سوف تتحسن حالة المحتجزين في مراكز الاحتجاز في العراق. عندها سوف يعني نقول أن فعلا هناك تحسن. التوقيت هو واضح بسبب ما سوف تواجهه الحكومة من زيارات مستمرة من قبل المقررين الخاصين في حالات التعذيب وغيرها من اللجان الحقوقية المتخصصة في الأمم دكتورة المتحدة. إذا كانت هناك ضغوط تمارس من قبل حقوق الإنسان على حكومة السوداني، ربما وجدت آذانا مزغية من قبل حكومة السوداني ما دفعها للتحقيق، ولكن هل تعتقدين أن التحقيق سيكون شفافا نوعا ما دكتورة؟ لا بالتأكيد، لأننا سوف نواجه مشكلة أخرى وهي مشكلة القضاء الغير حيادي، القضاء الذي يتبع السياسيين وأهواءهم ومصالحهم، ولذلك فهي مشكلة أيضا. ولذلك أنا قلت في البداية أنها يجب أن تكون ليست مجرد دعاية إعلامية وكلام على الورق فقط، بل يجب أن يتم محاسبة فعلا المسؤولين عن هذه الجرائم، وخاصة أن هذه المسؤولية يعني تمتد إلى سلسلة حتى تصل إلى رأس هرم السلطة، والذي هو المسؤول الأول والأخير عن كل هذه الـ يعني مفاصل الدولة التي تمت بصلة لما يحدث في انتهاكات من انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق وما يتعرض له المساجين من عمليات تعذيب مستمرة. ولذلك كيف يعني نتوقع يعني أن يتم محاسبة هؤلاء المقصرين في ظل قضاء غير عادل أولا، وفي ظل مافيا الآن مسيطرة على هذه السجون، تمتد يعني تتمدد داخل هذه السجون، ومعروف أن الميليشيات تسيطر، فكيف لدولة هي دولة ميليشياوية أصبحت الآن بامتياز أن تقوم بمحاكمة ومحاسبة عناصرها المتورطون في عمليات التعذيب؟ ربما سوف تقوم الحكومة بالتغطية من خلال تقديم
أكباش فداء كما هو متعارف عليه منذ فترة طويلة ما تقوم به الحكومة من تقديم أكباش فداء ومحاولة التخلص من بعض العناصر عن طريق سجهم في السجون وافتعال محاسبتهم وغيرها. هذا ممكن الذي نتوقعه، أما فعلا محاسبة حقيقية فلن ترقى إلى هذا المستوى الآن في العراق. لو فتحنا نافذة منع الظاهرة ظاهرة يعني معاقبة السجناء ويعني تعرضهم لانتهاكات، إذا كانت الحكومة تنوي محاسبة المتورطين في التعذيب داخل السجون، دكتورة هل ترين ما يؤكد هذه النية وذلك ربما من خلال وضع آليات حقيقية مقننة حتى يتم منع هذه الظاهرة؟ لا يوجد لحد الآن أي مؤشرات لخطوات فعلية، وكما تفضلتم على الأقل عن طريق يعني سن المزيد من القوانين وتطوير القوانين الحالية وعلى الأقل تطبيق القانون الحالي. هناك الآن ظاهرة الإفلاس من العقاب في العراق والتي هي تساهم في يعني الإمعان في استمرار هذه الانتهاكات. لو كانت الحكومة راغبة منذ البداية وليست الآن تحت وطأة هذا الضغط الذي تواجهه الحكومة هذه، لأن مستوى الحقيقة التردي الأوضاع في السجون قد وصل إلى مستويات يعني فظيعة جدا ومشينة جدا في الحقيقة، خاصة لدولة ولأحزاب تدعي أنها أحزاب إسلامية. على الأقل لو كانت هناك فقط تطبيق للقوانين الحالية لكانت منعت هذه الظاهرة منذ فترة طويلة، ولكن الإمعان والاستمرار في الإفلات من العقاب التي تمارسه الحكومة من أجل أن تغطي على المجرمين المستفيدين والذين لديهم مقاصد ونوايا سيئة من خلال القيام بهذه الانتهاكات الفظيعة والشنيعة لحقوق الإنسان ومنها عمليات التعذيب داخل السجون. دكتورة، الحكومة تقترح لإصلاح السجون وتخفيف الاكتظاظ، اقترحت تنفيذ خطة عقوبات بديلة مثلا دفع مبلغ مالي محدد لإطلاق سراح السجناء، كيف ترين هذا الاقتراح؟ طريقة جديدة للابتزاز لا أكثر ولا أقل. أصلا هم السجناء وفي السجون ومراكز الاحتجاز يتعرضون لعمليات بشعة من الابتزاز تصل إلى حد مساومة على شرف ذويهم، فكيف يعني هذا يدلل أكثر على أن هذا هو نهج الحكومة. الآن كانت فيما يعني إذا يعني فعلا قامت الحكومة بتنفيذ هذا المقترح، إذا قبلها كانت تكون بصورة سرية، أما الآن فسوف تكون بصورة علنية وبعلم الحكومة، فكيف يعني نتوقع مثل نوايا سليمة ونوايا جيدة وراء هذا هذا المقترح؟ من أين سوف تأتي هذه العوائل بالمبالغ الطائلة التي سوف يفرضونها عليهم؟ يعني يجب أن نضع في حسباننا أنه سوف يتم فرض مبالغ طائلة لا يمكن أن تتحملها هذه العوائل، وبالتالي هي فقط لإحباط العوائل أكثر والاستمرار بالضغط عليهم أكثر وابتزازهم أكثر وحتى انتزاع أملاكهم، ويعني هي طريقة للابتزاز يعني بصورة علنية سوف تقوم بها الحكومة وليست لحل الاكتظاظ في السجون، لأن الحكومة لا يهمها موضوع حل الاكتظاظ في السجون لأن هناك الكثير من الأبرياء وهناك الكثير من السبل التي يمكن أن تغير فيها حال هذه السجون من هذا وتقلل من هذا الاكتظاظ، ولكن هي تلجأ إلى هذه الطريقة من أجل أن تبين للعالم أنها يعني تريد ولها نية، ولكن يعني هناك عوائق من جانب ذوي المعتقلين أو المسجونين. ودفع مبالغ مالية محددة لإطلاق سراح السجناء بطبيعة الحال سيفتح في ذلك باب من أبواب الفساد. إذا كانت الحكومة دكتورة حريصة على تخفيف الاكتظاظ في السجون والحد من التعذيب، لماذا تماطل في سن قانون العفو؟ ما السبب في ذلك؟ لأنها ليست لديها نية في إصدار أي قانون للعفو، هذه مجرد حبر على ورق
تستخدمه في الضحك على ذقون الضعفاء أو طريقة من أجل أن تكسب بعض، في الحقيقة ليست تكسب، أن تقوم بالضغط من أجل يعني تحقيق بعض المبتغيات من خلال الانتخابات أو غيرها. هذه لو كانت لديها النية الحكومة، هم أبرياء في السجون، فكيف يتم العفو عنهم؟ لو هو فقط مجرد أن يطبق القانون بصورة صحيحة لما كان وصل العدد الآن إلى هذا العدد، يعني المخزي الحقيقة للغاية في دولة معروفة بأنها سنت، العراق الذي سن أقدم القوانين في التاريخ، لماذا الآن القانون مغيب؟ كل هذا من أجل تمرير مصالح السياسيين وتمرير مصالح الأحزاب المتسلطة الآن على رقاب العراقيين. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.